الخير مشاهدي الكرام، نسعد بلقائكم عبر شاشة التلفزيون الجزائري في هذه السهرة المميزة لنحتفل جميعا بيناير الجزائر. أحييكم بكل المكونات المجتمع الجزائري الأصيل لأقول عام سعيد. أوتاي يلاغن، أسجاس دمبارك، أسجاس دمجاز، أسجاس دمربوح، أسجاس دمبارش، وكلها لسان جزائري أصيل. يناير عيد يضرب بجذوره في عمق التاريخ وفي عمق الهوية الجزائرية، ومن منا لم ينشأ على التراز والأطباق التقليدية تروي الحكايات والأساطير. والغالب أن العيد عيد للابتهاج واستبشارا لسنة فلاحية موفورة المحصول. وإن كان للتاريخ منظوره الأكاديمي الخاص، فهي أيضا تأريخ لسنة أمازيغية جديدة. في هذه السهرة سنحتفي بيناير الجزائر الذي يجمعنا، وليلة يناير في وسط هذا الديكور الذي يعكس ثراء الموروث الثقافي للمجتمع الجزائري ستكون تراثية موسيقية للحديث عن عاداتنا وتقاليدنا، ونستمتع بالموسيقى الجزائرية الأصيلة وبأصواتها. وفي البداية تابعت مشاهدي الكرام رقصة فلكلورية لبراعم. طبعا هذه اللوحة الفلكلورية كانت من أداء فرقة إطبان لسليمان من تيزي وزو. سيكون الحديث عن هؤلاء الأطفال على الناشئة، كيف نغرس في هؤلاء حب العادات والتقاليد أقول، ودائما الافتخار بهذا الموروث الثقافي الجزائري. أسعد باستقبال السيدة حميسي إلهام كيما كياموش. مساء الخير سيدتي الكريمة، هي صاحبة روضة، أهلا بك. أكيد هذه السيدة تسهر على الحفاظ على الثقافة الجزائرية بغرس هذه الثقافة عند هؤلاء الأطفال. فكرة جميلة جدا، طبعا خاصة عندما نحتفل بهكذا مناسبات. مساء الخير سيدتي الكريمة، تفضلي. سيدة إلهام، شفنا في البداية حفلة ولوحة فلكلورية للأطفال، جميل. كيف أنت صاحبة الروضة، كيف جاءت هذه الفكرة أنك تغرسي هذا الموروث عند هذه الناشئة؟ هذا لإحياء التراث الجزائري من خلال أطفال الروضة. وقتاش بديتي؟ غير بديتي في الروضة، غير في المناسبات، في المناسبات. ولا حتى انك كيفاش تقولي لهم هؤلاء الاطفال بالتنسيق مع والديهم؟ مع نتصلوا مع الاولياء تاعهم للملابس التقليديه، نعرفوهم على التراث الجزائري، ما هو كله جزائري امازيغي ولا المهم ان اللباس التقليدي الجزائري. انا شفت الكراكو، شفت كل اللباس التقليدي الجزائري. تعملي مع الاسر ولا عندك مثلا خياطه تعمل؟ مع الاسر. مع الاسر، الأسر. باسكو الطفل صغير تقولي له يناير ما حش يفهم، بصح باغ كونت كي تحطي له اللباس وكل ما هو تقليدي راح يفهم عن هذه الطريقه. طيب في الروضات ماشي غير يناير، اكيد انه فيه مناسبات تحتفلوا بها، مناسبات لبسولهم كذلك؟ كله تقليدي، في المولد النبوي الشريف، اليناير، في كل المناسبات. والولاد الصغار واش يسقسيوكم كي تعودوا تلبسوا لهم مثلا انتم في الروضه؟ واش يقولوا لكم؟ تاتا سي كوا لا جورني تاع اليوم تاتا؟ واش هو هذا اليوم؟ شنو هذا اليوم؟ حنا نبداو نشرحوا لهم سي اوجوردي سي يناير، احتفال تاع الامازيغ، الجزائر كلها. بالطبع في الاول كنا الامازيغ، من الان نقولوا راهي كل. طيب اكيد، لانه انا شفت اشياء جميله في هاد الاطفال، الكراكو فيها اشياء توحي الى احياء التراث الجزائري العميق، بشرقه وغربه، بشماله وجنوبه. راح نتلاقاوك في الاخير في نهايه السهره طبعا، راح تكون عندنا حاجه جميله نخليوها مفاجاه لمشاهدي الكرام. طبعا قلت مشاهدي الكرام انه في هذا العيد الجزائر والأسرة الجزائرية أينما كانت
تستقبل ولها عادات الاحتفال بيناير. نتابع هذا الروبورتاج للزميل ياسين أتخديجات. أجواء بهيجة يعيشها الجزائريون في مناسبة يناير، تسودها مظاهر التكافل الاجتماعي بنصب الولائم، حيث تسيطر عليها عادات خاصة ومميزة تختلف عن سائر أيام العام، إذ تجتمع العائلة حول مائدة طعام يكون طبق الكسكس المحضر بالدجاج سيد المائدة. ولنتعرف أكثر على العادات والتقاليد الخاصة بيناير، نزلنا في ضيافة عائلة فيغاس ناجي نعيمة التي زينت المائدة بأشهى المأكولات التقليدية الأصيلة في لمة عائلية رائعة. اليوم راكم ضياف عندنا، جيتوا باش تشوفونا كيفاش نحتفلوا حنايا شعب الجزائري بشهر تاع يناير. قدمنا لكم أطباق تقليدية محضة تاع بلادنا. راكم تشوفوا هنايا درنا التقبة، درنا طعام بالزبيب ورشيناه من الفوق بالرمان وشبحناه بالبيض، درنا لكم المسمن، درنا لكم طعام بالخضرة بالدجاج، درنا طبعا طعام بالزبيب نجوزوه باللبن ولا رايب، درنا الخفاف باش يجي العام علينا خفيف ان شاء الله، درنا لكم بغرير، هادو كاع ايتيك من عادات تاعنا. درنا طعام هدايا ماشي طعام، قول بركوكس تاعنا نديروه بمناسبة يناير، نديروه للدراري بالبيض ونديروه له الحلوة وباش الدراري كي يحبوا يفهموا نقول لهم بلي هذه عادة تاعنا تاع جدودنا تاع زمان ونديروا لهم تاني الدراس. سهرات يناير لها نكهتها الخاصة، حيث تروى فيها أجمل الحكاية بتبادل أطراف الحديث في فرح ومرح، واكتشاف كأس الشاي مرفوق بمختلف المكسرات والحلويات في مناسبة تجتمع فيها العائلة. بعد العشاء بعد ما نتعشى ونلموا دوزان نديروا سهرة، نديروا قاعدة فاميليال، نطيبوا نديروا طمينة. درنا لهم هذه حلوة تاع الزمان، بالك لو كان يعني لي يشوف هذه الحصة يكونوا ساوها ما عمش يديروها. جدودنا بكري كنا نديروها بزاف، كاين اللي يعيط لها ليسكارغو، كاين اللي يعيط لها قنفود، خاطش تجي مشوكة، هذه جو سوي سو يكونوا ساوها. نديروا لاتاي، نديروا مكسرات وندوها عشية كاع يتيك قصرة على بكري على زمان على جدودنا، باش هكاك دراري صغار ندخلوا لهم هادو العادات تاعنا والتقاليد، باش هما اليوم يسمعوا 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 حتى وين يكبروا يرجعوا هما يحفزوا ولادهم باش يديروا داك الشيء ويرجعوا كيما حنا دوك انا نحكوا على ناس زمان جدودنا واش كانوا يديرونا كيما هما دوك يتعلموا. وحنا هذه العادات تاعنا ما نقدروش نستغناو عليهم، عادات تاعنا بزاف بزاف شابين كيما قولك راه يضربوا بهم المثل، كيما يناير، كيما المولود، كيما عاشوراء، كيما الربيع، هادو كاع العادات حنا نحيوهم. ما عندناش غير كيما نقولوا زوج عياد، حنا في التقاليد تاعنا عندنا عياد بزاف، وكل مناسبه نحتفلوا بها ونحتفلوا بها ماشي وحدنا، مع لا فامي، مع الدراري، مع ولاد خاوتنا، مع ولادنا، مالغري ولادنا يكبروا حنا نجيبوا ولاد خاوتنا نزيدوا نحتفلوا معاهم وندخلوا لهم هذه المحبه التقاليد تاعنا، باش هكذا ما يزولوش التقاليد تاعنا، يقعدوا حيين حتى وين يعني واش يكتب ربي. نتمنى بالمناسبه هذه العام هذا يجينا العام مربوح ان شاء الله وينعاد علينا بالربح ولهنا، واسقس امقاز اسقس امقاز ان شاء الله يدخل علينا بالصحه ولهنا ورباح. كل عام وانتم بخير. اسقس امقاز. عامكم سعيد. اسقس امقاز. عامكم سعيد. اسقس امقاز. عيدكم سعيد. أسجز أمجز. الاحتفالات بيناير قصة ورثناها عن أجدادنا وما زلنا نصر على الحفاظ عليها، فهو إرث تاريخي في ذاكرة الأمازيغ لا يمكن الاستغناء عنه، وهو يوم يلتقي فيه الأقارب في جو عائلي محض. عادات وتقاليد الاحتفال بيناير أضفت طابعا مميزا يشكل مصدر
جات على هذا الروبورتاج، وتحية إلى المرأة الجزائرية لأنها هي التي تسهر على الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الجزائري. أسعد مرة أخرى بالترحيب بمشاهدي الكرام في كل مكان بسهرة يناير الجزائر الحديث عن هذا الاحتفال. أسعد باستقبال السيدة سعاد مسعودي سخالدي، أهلا مرحبا بك، كل عام وانت بخير. أهلا بك أختي حياة، أسقاس مقاس لك وأسقاس مقاس إلى كل الشعب الجزائري، أسقاس مقاس إلى كل الأمة الإسلامية. شكرا. سيدة سعاد مسعودي مخالدي هي مختصة ومحافظة في التراث، طبعا تراث الجزائر، مرحبا بك. كذلك إلى غردايا وادي مزاب لأستقبل الفنان مصطفى باجو، أهلا مصطفى. أهلا وسهلا بكم أسقاس دنبارش أسقاس مقاس لكل الشعب الجزائري. كل عام أنتم بخير. طبعا نحن الحديث عن تراثنا، عن موسيقانا، على ثقافتنا. نبدأ سيدة سعاد عن التراث الجزائري هذا، لأنه يزخر كثيرا ونسخر بهذا الموروث، والمرأة عندها دور على الحفاظ على هذا الموروث. أكيد طبعا أختي حياة، المرأة هي من تغرس حب الثقافة، حب الموروث المادي ولا مادي، حب العادات والتقاليد، حب الحرف التقليدية. إذا هي كما نقول أن بلادنا الحبيبة تسخر بثقافات عديدة وبعادات وتقاليد كثيرة، فبلدنا بلد قارة شاسعة. أكيد طبعا، يعني فيها عادات يعني متنوعة وفيها تقاليد يعني كثيرة ما شاء الله، في كل منطقة وفي كل ولاية يعني تتميز بعاداتها وتقاليدها. نحن يعني نسعد خلال هذه السنوات الأخيرة أن أصبحنا نحتفل بيناير بصفة عامة، يعني ونتبادل فيها الثقافات، يعني الاحتفاليات، يعني وأصبح كذلك نحتفل بهذه المناسبات على مستوى دور الحضانة وعلى مستوى المؤسسات التربوية. وهذا ما يعني ما إنما يدل على أنه الجزائر يعني تحرص على تثبيت الهوية الجزائرية في أبنائها منذ الصغر، وهذا نعزز من ثقافتنا وغرسها عند الناشئة. إلى مصطفى باجو، غردايا كذلك مدينة عبر أزقتها الضيقة يفوح عبق التاريخ والحضارة والأصالة، كيف هي يناير، احتفالات يناير هناك؟ طبعا يناير في غردايا كما يعني كباقي يعني ولاية الوطن الأجواء يعني احتفالية، يعني المناسبة يعني محبوبة لدى الجميع، يعني كامل الناس يحبوا يعني يجي هذه المناسبة. عندنا طبق تقليدي يسمى بتازودان رفيس، وهو طبق يعني يتم تحضيره بهذه المناسبة. نعوده الاسم تاعو؟ تازودان نرفيس. تازودان نرفيس. نرفيس، نعم. هو طبق تقليدي من بين الأطباق التقليدية في غردايا، يحضر في الأعراس وفي بعض المناسبات، منها مناسبة يناير. يناير. نعم. وتصحبه يعني جلسة عائلية وجلسة حميمية أخوية مع كل أفراد العائلة ومع رب العائلة الذي ينصح جميع أفراد العائلة بضرورة أنه يصفوا كل العام القديم ويبدأوا عام جديد وسنة مثمرة إن شاء الله بالخيرات. وكذلك في بعض الأحيان حتى الجيران وحتى الإخوان يلتقون على هذه المائدة، مائدة تازودا نرفيس. تازودا نرفيس. نرفيس. كذلك فيه يعني بعد هذه المأدبة فيه جلسة حميمية مع الأولاد، مع الصغار، مع الكبار، كلهم يلتقون في جلسة يعني فيها أناشيد، فيها ابتهالات، فيها إزلوان كما نقول في غردايا. شكرا لك مصطفى. طبعا من غردايا نبقى في عمق الصحراء وفرقة تيكاباوين وهذا النغم. أما الزاغي بدات إيه غرأيت ما أما الزاغي بدات إيه غرأيت ما يا إيما الزاغلا يا إيما الزاغلا يا إيما الزاغلا يا إيما الزاغلا أما الزاغي بدات إيه غرأيت ما أما الزاغي بدات إيه غرأيت ما يا إيما الزاغلا يا إيما الزاغلا يا إيما الزاغلا
وانت ميق سيد وانت رهان يدم وانت ميق يا يمزغنا يا يمزغنا يا يمزغنا يا يمزغنا أمزغ بلاد غرى يتمى أمزغ بلاد غرى يتمى يا يمزغنا يا يمزغنا يا يمزغنا ترهين تمغار تسافر وردينا وترهين تمغار تسافر وردينا أمزاغ بدا دي غرى يتما أمزاغ بدا دي غرى يتما يا يمزاغنا يا يمزاغنا يا يمزاغنا وانت نلتقي بهذه الفرقة للدردشة كذلك عن هذا الفن الجميل وعن عادات وتقاليد الجزائر. وجدد لكم التحية بضيوفي ضيفتي السيدة سعاد ميخالدي مختصة ومحافظة في التراث الجزائري طبعا الوطني، والسيد مصطفى باجو من الغردايا. مصطفى، الأغنية المزابية والموسيقى المزابية ما هي المواضيع التي تعالجها؟ لأنه عادة عندما نتحدث عن غردايا نقول الأناشيد والأغنية الروحية. صحيح، يعني في غردايا العديد من المواضيع يعني التي يعني تتحدث عنها، عن الوحدة، عن المحبة، عن الوالدين، عن الأخلاق الجميلة. وكل هذه الأغاني تقريب لدينا أهازيج يعني تقليدية تراثية من تراث المزابي تؤدى كما قلت يعني في كل مناسبة تلقى فيها جلسة أخوية، جلسة مع العائلة، ينمون الحس الشجاعة الأدبية والثقافة لدى الناشئة وتنمية مواهبهم. إذن كل موجودة كل المواضيع. نعم أكيد. نعم. طبعا شكرا سيدة سعاد ميخالدي. من خلال المناسبات يناير، عاشورة، المولد، العيد الكبير، العيد الصغير، كيف تعمل المرأة والأسرة الجزائرية على الحفاظ على هذا التواصل الاجتماعي، على هذه اللحمة؟ كما قلنا، كما سبق وقلنا سيدة حياة، أنه المرأة هي عماد المجتمع وعماد الأسرة. تصيبي أنه في كل المواسم الدينية أو الوطنية المرأة هي اللي تهتم بعقد اللمات على الأطباق التقليدية مثلا، وزيارة، وبالتالي تقوم بزيارات الأهل والأقارب، تصيبيهم يجتمعوا على أطباق تقليدية
يديروها إلا في المناسبات، مثلا مناسبات الدينية أو التقليدية. تختلف طبعا العادات والتقاليد فيما يخص الأطباق، مثلا تصيبي في الشرق يديروا النعمة، في الجنوب يديروا الشخشوخة، في أعالي الجرجرة أو الوراس يديروا البركوكس أو المردود. يعني تختلف ما شاء الله، عندنا تراث يعني كبير جدا نسخر به نحن كقارة ولسنا ببلد. كذلك والغرب يديروا الشرشم كذلك طبعا نسيناهم أكيد طبعا. وكذلك عندهم يعني عادات، يعني لما بعد ما يتناولوا العشاء أو مأدبة العشاء صبي أنهم عندهم واحد، يعني ما فيهاش يعني اختلاف كبير، عادة يعني أنه يحطوا أصغر فرد في العائلة في جفنة ويرموا عليه التراز، يعني هو خليط أو المخلط، خليط من الحلويات وخليط من المكسرات، يعني باش يجي ديك السنة تجي زاخرة ومتنوعة بالخيرات أكيد طبعا. طبعا إن شاء الله تعود علينا جميعا وعلى الجزائر بألف خير أينما كنا. أعطوا لي كلمة في الختام، أكيد أحين تقولوا لي كلمة بهذه المناسبة. والله يعني جزائرنا يعني مليئة بالثرية، يعني بالطبوع وبالتقاليد وبالعادات، يعني يجب علينا أن نستثمر فيها وأن نحافظ عليها ونحافظ عليها يعني ككل الجزائريين إن شاء الله. تفضلي سيدة صعيد. شكرا. الشيء اللي نتمناه انه السلم والسلام للجزائر كل عام، والشعب الجزائري بصحة وهناء وازدهار. نتمناه انه الجيل الصاعد يعني يركز على العادات والتقاليد ويهتم بالعادات والتقاليد تاعنا، لانه تعتبر هي الهوية الجزائرية. أسقاس مقاس لك سيدتي الفاضلة، أسقاس مقاس لكل الشعب الجزائري، أسقاس مقاس إلى كل الأمة الإسلامية. شكرا. الله يخليك مصطفى. سنتابعه في نغم. قبل ذلك أعطيني برك العنوان تاع النغم اللي راح تغنيه لنا. يعني هذا النغم يتحدث عن العودة إلى الأصالة وإلى التقاليد. ميلانا ينوسان بمعنى أين هي تلك الأيام. نعم. إذن سنتابع مصطفى بعدما نتابع كذلك روبورتاج عن الجنوب الكبير، كيف يحتفل الأهالي هناك بعيد يناير. النموذج والروبورتاج من ورقلة من إمضاء الزميل منير معمري. لا زالت تحتفظ العائلة الورقلية في الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير بعادات وتقاليد التي توارثوها عن أبائهم. هذه المناسبة هي فرصة للم شن العائلة. اليوم رانا دايرين حفلة تاع الحفلة تاع ناير، نشين وارقرن نحتفل سيدس مسق بكري سقين للا كاسبا، نطيد الجيران الحباب الفاميليات، نحتفل سيدس ضقيد كل واحد واش يدير، نديرو الطعام، ديروا جاري، ديروا تاكدورت، أول يشو تحلاوت، نغرنا دا تندونت، ديس المسواك، ديس الحني، ديس الريحات، البخور، دقنو نفر، ميدوشي نجمع تقيمن، قاع نتلايم فيك تكلي، سوكسي دوج علوك. الحاجة معليش انتني ديك حيشون نتصمم من خفني يناير يطمن شي خفن نبوز اللوف. ما كاش تقمي صمي على هاد الصميم تاع الزيم الماعن وتيري بنا الغبسه. نتقتي حلاوت. ايوا نتقي الشو. الشو ما نتقى نشعر. نشعري نحباتي نشعري. سبوز اللوف سي خبز اللوف. سبوز اللوف فيه هذا بيك كاع نلايم انش كاع فيك تكلي. نغرنا يرضنا التقاليد، نغرنا حوليا زيزاو التاردة السنسيدي بالخير، خارزي السنسيدي عقادر نسلي تيارات نسلي دويا، نغرنا تقاليدنا مدى بينا أنطف ديسن خاطر السقسي راد نتملح في تغلب، مدى بينا تيكشيشيني لانتر نتا الرواب يديني فوحان سيدي عقادر نتا مدى بيكو تيتكشن خاطر كل واحد إلا يطفي رادس هذا بيك واحد يخلي الواحد ان شاء الله باش التقاليد ما تنحش
احنا رانا باخلين على التقاليد نتاعنا هنا في ورقله، ما كحد الا تفرز روح انا شويه تفسيرات نقبايل لي سيرات نسنط زود توارقيرات نسنط زود نشين نسقسو غلب هاتزود نسلان تير الدروبات قيم دما سميدنا من ما تجيش الكبار معليش، اما الصغار ماذا بيكم، هذه هي الوقت نتاعكم اتومت وقتكم على الاقل يعني بتا هذه كاين منها كاين منها الحاجه ايوا يعطيك الصحه. ماذا بينا نشدوا في التقاليد نتاعنا، كل واحد يشد التقاليد نتاعو، ماشي عيب كي تلبس الملحفه وتروحي بها البلاصه ولا تمشي بها ولا في عرس تلبسيها. خزرات منيلة كيمي مارو يا الحضر كل شي زوي فرفاري فرفار مع الكار من هات القل والقال نسا عيال الفكار نتقابل الوقت ويتبادل يتغار. خزرات منيلة كيمي مارو يا الحضر كل شي زوي فرفاري فرفار مع الكار من القيل والقال نسى عيا الأفكار نتابل الوقت ويتبدل يتغار. ما يلا خماس يجا بدل السحاب مع ولينا تفويت سوينات يا الأسجار يجا بديرة شعشع شعن تغبس الأنوار يعزم القرآن يتوحد القهار. كل شي زوي فرفاري فرفار مع الديار ملهات القيل والقال نسى عيا الأفكار نتقابل الوقت ويتبدل يتغار. أمان ترجع يتبعتني يتغار ستشم غلط جمي يتردد الأشعار الترقد لغوة بالشعور أنت ستثمار ستنام مرين نربي عشاني مزوار. خزرات منيلة كيمي مارو يا الحضر كل شي زوي فرفاري فرفار مع الأطيار بالغنات القيل والقال نسى عيا الأفكار نتقبل الوقت ويتبدل يتغار. شكرا للفنان مصطفى باجو من غردية، وهذا النغم أين وسني سهرة يناير عبر شاشة التلفزيون الجزائري. ورحب بضيوفي الآخرين كذلك في هذه السهرة، فرقة تيكوباوين كنا تابعناها منذ قليل في نغم جميل أوتاي يلاغن سعيد أسقاس أمقاس أسقاس أمقاس في الله ونايت ما غردت مدام أوتاي يلاغن جاءنا الخير الدين هولان. إذا حسين دقار وبن خيرة سعيد أنتما شباب، أعطيلي فكرة عن الشباب هناك في، أنت طبعا من عين صالح ولاية إليزي وتمن راس معدرة وحسين دقار من أدرار، كيف الشباب هناك يستقبل ويحتفل بيناير؟ بسم الله. أول حاجة يناير احنا عندنا نعرفه بطريقة يعني كشغل الناس بزاف يعني كشغل الشباب الوقت الحالي ما يعرفش كيفاش زعما الناس بكري كيفاش كانت تستقبل يناير. دونك يناير احنا في عين صالح بالك ماشي كيما في الصحراء ولا في البلايص الثانيين، احنا نعرفه بالزراعة لأن كي يقول لك النخلة في يناير النخلة تطلع وزيد بزيادة العود، يعني العود بما فيه الكرمة وفيه الحنة وفيه الأمور هادو يتخضار ويخضار ويسمى في الصيف قاعد يدوه يابسين، بصح كي الحق يناير بريمير يناير يخضاروا.
هذا كيفاش نعرفوه ويحتفلوا به الناس كاملة كعام نتاع خير وعام نتاع عام نتاع زراعة. حسين بسم الله. أنا كان يض غورنا يناير يناير نزيت سر الزيدة أنا كان يضك للصخرة دينا تازغني للصخرة انت زي يناير انت زيت سر الزيدة انت زيت را سوات عيد شند ورا ورت الله ورت الله شند ديك واس جنن دغت ما شق شند وتا ولاغن سي بون. طيب بالخير سعيد وحسين دكار. فرقه تيكوباوين هذه الفرقه التي بدات منذ 2009 في الحقيقه يعني بدايتها، لكن تاسست فعليا 2013. صعب جدا نوجد فرقه موسيقيه عندها اعضاء تاعها بيناتهم مسافات كبيره، عين صالح، تمن راس، ليزي، اضرار. كيفاش جات الفكره انكم تلتقيوا رغم بعد المسافات؟ ما هي الرساله باش تحبوا توصلوها من خلال تيكوباوين؟ من خلال تيكوباوين هو احنا الحمد لله في 2013 بسكي تغيروا بعض الاعضاء في الفرقه، كيما الاعضاء تاني اللي ما راهمش كاينين دوكا نوجه لهم تحيه من هنا. والحمد لله كمل المسار، خدمنا البوم، والشيء اللي راهم خلينا باش نخدموا الى دوكا هي حب المهنه نتاعنا. وتاني حاجه الحمد لله عندنا اهداف نبيله هي اللي نمشوا عليها، يعني ديما نبقاو نحكوا على الحب، على السلام، على لا لا على الامور الاجتماعيه واش رانا عايشين. حسين جروب تيكو باوين جروب انت مدريد كنا فلت مدريد لا نيتوس دا ولا غنيتوس نغان غنمر الترها تنمناك ندينت غير الدمدان. طيب حسين وسعيد كيف تمزوجون يعني بين الموسيقى الجزائرية وبين الطبيعة الساحرة للجزائر من خلال الرمال، من خلال الواحات، من خلال الجبال، من خلال الفيديوهات الكليب للترويج إلى الجزائر في السياحة؟ بالنسبة للموضوع هذا يعني احنا ديما نتمنى يعني شغل انها الثقافه تقوم بالتبادر وحنا نعاونوا من عندنا باش على الاقل كي نقولوا للناس اللي في الصحراء يخدموا لي كليب هنا في العاصمه كيف كيف نديروا ثاني اغنيات يعني اغاني يعني شغل فيها زعما فيها كاع الطبع يعني هذا المشروع راني حاب زعما يتجسد على ارض الواقع وان شاء الله مع المستقبل نجسده يعني نشوفوا الثقافات كاع كيما قلتي انت يا بارك الله فيك تكون تارقي يخدم في قسنطينه ولا اللي في قسنطينه يخدم في اضرار ولا اللي في تلمسان يخدم في طم راسط يعني حاجه مليحه يعني وفيه تمازج وفي تمازج وفي نفس الوقت الموسيقى كل الموسيقى انا على حسب معلومتي ان الموسيقى تبقى ابن طبيعتها كيما نقولوا ابنة بيئتها يعطيك الصحه هذه هي. صحيح. سعيد طبعا سؤال لكم الاثنين الاعضاء انتم خمسة طبعا وجه تحية شكون هما ذكرهم للأعضاء تاعكم حيوهم قولوا لهم أوتا يولاغن أوتا يولاغن كلت كوبا وين لاباز عماري عبد الحفيظ جنبي أسرير جابر لاباتري ياسين حداد نحيوهم. طيب المشاريع تاعكم واش راكم تخموا باش تعملوا لنا شيء او مثلا تفكروا انكم تعملوا اغنيه تجمعوا فيها كل الجزائر؟ قلت لك المشروع هذا ان شاء الله انا فيه بصح زعما شويه جان المشروع هذا صعيب لانه باغي شويه خدمه وباغي شويه جهد. ما كان على تيكوبا الحمد لله خرجنا البوم في 2016 بعنوان ديرهان اللي هي امنيات. تاني دروك الحمد لله راح نخرجوا البوم في 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 فرنسا عن قريب ان شاء الله في اخر الشهر هذا بعنوان اهناي وراح نديروا له حفله التم ان شاء الله في 22 جانفي هذه اللي جاي. نتمنى من الجاليه الجزائريه اللي التم باش يحضروا لنا ويجوا يشوفوا الثقافه تاع بلادهم ان شاء الله. في الاخير كلمه طبعا تفضلوا لكم ما تقولون بهذه المناسبه يناير تفضل
ننا وتا يولاغن هاي تمدشت ما ددين تغرد وينا كيدنين انت ترى دغ مسينا دغ الخير ان شاء الله هذا قلا وتا يولاغن فلا ونغرد فلا الجيري دغ غرد مسينا دغ انا صوت انا صوت كون دغ يتوسن ونغرد تنمرت هلان هلان تك صحة سعيد. انا منا نوجه شكر لاعضاء الفرقة لا 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 بروديكسيو تاعنا تاني اسطوانا الناس كل اللي راهي سهر على المشروع هذا باش يوصل ان شاء الله لبعيد وسقاسه مقاس لكاع الجزائريين بكل اطيافهم وبكل ثقافاتهم. وانا نقول لكم لكما حسين وسعيد ولفرقه واعضاء فرقه تيكوباوين اوتا يلغن هلان هولان. إذا مشاهدي الكرام هكذا هو يناير من منطقة إلى أخرى نتعرف على عمق الجزائر طبعا من الجنوب إلى الشرق الجزائري وهذه المرة إلى باتنا الأوراس تحديدا إلى منطقة عين النمر وهذا الروبورتاج حول يناير من إمضاء عيسى طاروب. اكتر عنا الساعة وين مقران في وضعنا الدراري جين ذادي ديالي النمر تحتفى المكشا نكر نوفا نوفا يماثنا نوفا ناناثنا مكشا كرن ونطلع غرسن نوفين تبدال انجي ونشميني تنين طوايا نشميني تقنا منسي تقنا اشخشوخ تقنا العيش تقنا يرشمن وان شاء الله هذه عده في الله نغسل الخير لهنا وهذه عده في الله ونعيد بيا امر لان الراس عشر هذا كبر الناس امر لان الراس عشر هذا كبر الناس امر لان الراس يا زعب الفراس ونفرط الشميني واسلق قيس قري جديد واسلق شالة جديد واسلق الحشيشة جديد واسلق وثم بديت أتفرحنا تقنا دريتات تغنانا تيراد انتا قوس تدي برا تفرحن عين دي في السور بالتونس قوسها جديد حتى نربي يا رضينا الوانا فكر سحوانا كاين حلانا يا ويحنا الوانا انا ساعتها وين مقران في وضعنا الدراري شوية ما كش تقني هنا نتقي شباب نتقي شول نتقي نسروقيل نتزيدي معال طيب وناسين انا انت نتقي غرم نير نتقي غرم مزين نتقي رفيس نتقي شخشوخ نتقي العيش نتقي سكسو نتقي كل شي نتقي نزيد انت كم يا نزيد متى نسن تقني ديا نغم تقيد نتشني كبر ناسا امر لان الراسا عشر عاد كبر ناسا يا واس قاس دام قاز في جزائرنا مكلان امر لان الراسا عشر عاد كبر ناسا امر ذئن الراسة يا زعب الفراسة يا رذن الألوانة فكر سحوانا كاي حلانا يا ويحن الألوانة يا رذن الألوانة بلادي يا معدن الفحال
لك صنعوها بطال على ترابك هبت رجال على ترابك هبت رجال وانسى ما تعرف محال وما هي
الجزائر عروس البلدان طبعا، والفنانة نادية قرفي الجزائر عروس البلدان، ونحن نحتفل بيناير الجزائر عبر شاشة تلفزيون الجزائري. أهلا وسهلا بالفنانة نادية قرفي، كل عام وأنت بخير وأنت عروسة من عرائس الجزائر. الله يسلمك، شكرا لك الأخت حياة على هذا الكلام الجميل، ونقول لك صحة عيدك أسقاس أمقاس لك والكامل الناس اللي حاضرين معنا والكامل الجمهور الجزائري. الله يسلمك. كذلك تحضر معي السيدة سامية زمزوم، هي مصممة صمت أزياء تقليدية، كذلك من خلال أنا ملكتي سيدتي الفاضلة نحافظ على تراثنا وتقاليدنا وعاداتنا. كل عام وانت بخير. وانت بخير أختي حياتك، كل عام وانت بخير أسقاس أمقاس لكل الشعب الجزائري ولكل حاضرين الطاقم التلفزيون الجزائري. إذن سيدة سامية ونادية طبعا تقدروا في زوج تتحدثوا، بما أنك لابسة لباس تقليدي أنا كذلك لابسة لباس تقليدي، كيفاش راكي تحاولي تحافظي على هذا اللباس التقليدي الجزائري للمرأة الجزائرية، رغم أن كل المناطق يعني الجزائر عندها ترى شاوية؟ أنا اليوم لابسة شاوي، وهذا اللباس التقليدي ومن تصميمك سيدتي الكريمة، شكرا لك جزيلا. باكسسوارات كذلك جميلة ورائعة مخدومين بيدي. أنا ملك ذهبية فعلا حتى نادية نشكرها بزاف، هي أول مرة نتعامل معها كانت بالصدفة يعني، نشكرها بزاف على هاد لا توني اللي هي يعني تثبت براعة هاد السيدة يعني في المحافظة على التراث الجزائري يعني، ومعليش كاين رتوشات كما يقولوا رتوشات بسيطة، لمسة عصرية، وهذاك واش يخرج التراث تاعنا كيفاش يقولوا المحافل الدولية. وحنا نقعدوا نحتفظوا بالتراثنا وتقاليدنا واللمسة الجزائرية، اي لبسه تاع 48 ولايه هي جزائريه، ما عندها حتى كلمه. كي نخرجوا ما من الخارج الوطن دائما مثلوا الجزائر، ما عندنا كما اليو ولايه بزاف، مي الجزائر دائما هي الجزائر. هذا شيء جميل اللي شفتوا عندك انك محافظه على كل اللباس الجزائري في الجنوب الكبير، في الصحراء، في الغرب، في الشرق، في الوسط. كيفاش راكي مع الناس اللي عندك والبنات اللي عملوا معاك وفي لاتولي يعني في الورشه، كيفاش راكي تحاولي باش ترسخي انه البنات لازم يلبسوا لباس الجزائري بشكل عصري؟ شكل عصري ما نديرش يعني لمسه، ندير لمسه، مي نحب نحتفظ دائما باللباس التقليدي الجزائري، هو سروال الشلقه، هو السروال المدور، مام كي يكون ديفيلي لازم نمثل الجزائر يعني بسروال مدور وسروال الشلقه. حتى كليونت نقول لها كي تحب تدير حاجه يعني اللي تمودرنيزيها، نعطيها دائما انتوش، نقول لها لا نقول لها ديري تقعدي في التراث، وقعدي دايما في اللمسة الجزائرية. حتى في الفتلة وفي المجبود ما لازمش نخليوه. مع خرج تركا عصرنا هذا لابغودغي أفريكان، دونك تما دي فوا نحطو لها انتوش مودرن، مي لازم تقعد دايما لاتوش ألجيريان، لاتوش تراديسيونال ألجيريان. قولي لي نادية، أكيد الفنانة الجزائرية عندها دور أنها لما تحيي الحفلات خارج الوطن خاصة أنها ترتدي وتسوق إلى الثقافة الجزائرية من خلال اللباس والموسيقى الجزائرية، كيفاش راهي نادية؟ أكيد شوفي الفن يعني بالخصوص الأغنية تقدري تقولي من الفنون اللي توصل بالخف للتراث أو ثقافة شعب معين يعني، والأغنية هي الحاجة البسيطة والسهلة اللي توصل أكثر من أي فن واحد آخر. أنا من بين الفنانات، من بين الفنانات اللي مازالني في حفلات التوعي نغني التراث الجزائري، أمثال زوليخة الله يرحمها، ثلجة، نورة، معليش نديروا حاجات عصرية يعني تواكب العصر نتاعنا، ولكن الروح الجزائرية حاضرة دائما في حفلاتي. قولي لي واش الأطباق كيفاش؟ شاطرة شوية في الأطباق التحضير خاصة مناسبة
مناسبة يناير؟ نشكر روحي يعني سامية. نشكر روحي يعني وش نقول لك، وي نطيب التقليدي كما نطيب تاني العصري، ولكن في مناسبة كما هذه مثل يناير هي كل منطقة مشهورة بحاجة، ومثل ما كنا نقول الجزائر هي يعني لحمة واحدة. ألوغ أنا ما نطيبش يعني كل عام ندير نفس الحاجة، لا كاين عام نواسي كسكسو، عام نواسي شخشوخة، عام نواسي تريدة، كل عام كيفاش. والسيدة سامية كيفها؟ حتى انا هكا كل مره في تجديد كيما العام هذا راني ناويه الرشطه، العام اللي فات درت شخشوخه، هذه هي الاخ اللي ربي يحيين باذن الله. اذا السيده ساميه نشوفوا بصراحه اليوم شويه المراه الجزائريه في العرس راهي ماهيش مهتمه اكثر بلباس تقليدي تروج له خاصه العرايس، كيفاش كي تحاولي تقنعي البنات اللي يجوا عندك انه ما يروحوش لباس واحد اخر، ولا ما مثلا الثلاثي الابعاد، لما الاحتفاظ على الروح اللباس التقليدي الجزائري؟ هي العروسه كي تدخل بعد المحل تقول لك انصحيني، اول حاجه هي النصيحه، انا ننصحها يعني لباس تقليدي هو لباس احسن لباس، ورانا حتى كي نروحوا للعراس كي نشوفوا درك عدنا نشوفوا بلوس لباس تقليدي على اللباس كيما يقولوا دي سواغي والاخر درك المكثر عدو يبازي، ومام لي جون في تلبس لك كراكو عاصمي مع هندين ليسونسيل هي لابسه كما يقولوا كراكو جزائري. اي صح عليك، ما عادش يعني انا يعني دابخي وشفت العروسه كي تجي نقنعها نقولها لازم لك كراكو، لازم لك جبه وهراني، لازم لك شاوي قبائلي. فيها عوده، انا نظن بديروا فيها عوده، كانوا صح وقت حياه. صح كانوا وقت صح الناس جبدت على التقليدي تلبس لي سواغي، ولكن عودوا ولاو يعني نظن المجهودات تاعك وامثالك يعني كاين يعني الخياطين كاع الجزائريين يعني حنا نقلعوا الزبون. صح يعني في مجهود. تحيه ليك وتحيه لكل السيدات في الجزائر اللي كيما انت يسهروا باش يحافظوا على الثقافه تاعنا وعلى اللباس التقليدي الجزائري. ناديه في الاخير واش تقولي لي، واش تقولي للمشاهد الجزائري بمناسبه يناير؟ اول شيء نقول لك الله يبارك عليك خوس، ونقول شكرا بزاف للسيده اللي اليوم يعني لبستنا انا وياك ومام الفتيات اللي كانوا حاضرين معنا. نقول اسقاس امقاس لكامل الشعب الجزائري، ونتمنى السلام يا عم في الجزائر، وشكرا بزاف للتلفزيون الجزائري على هالدعوه الطيبه. الله يسلمك ناديه. سيده ساميه زمزم ان شاء الله ربي يخلينا كل عام وحنا هكا ملمومين ان شاء الله بالخير والسعاده ان شاء الله، ونقعدوا شادين في تراثنا وفي تقاليدنا وفي عاداتنا وما نستغناوش عنها ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يخلينا دائما زاهيين ومنورين للجزائر. امين يا رب. شكرا لكم جزيلا، كل عام وانتم بخير. ومشاهدي الكرام في سهره يناير عبر شاشه تلفزيون الجزائر نتابع اول عرض الازياء من تصميم ساميه زمزم.
النجم والفنان القديم نصر الدين بليدي في سهرة
يناير الجزائر عبر شاشة التلفزيون الجزائري طبعا. ويناير مبروك سي نصر الدين. مبروك يناير على الجميع، مبروك على الشعب الجزائري وسقاسة مقاس، وكل سنة وحنا طيبين إن شاء الله، وكل سنة وحنا في حفاوة كما هذه. وشكرا على الدعوة، وهذه فرصة سعيدة لي تحت لي معكم، وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة وإن شاء الله. لا أبدا، نحن سعداء بالعكس في هذه الليلة المباركة. شكرا. في هذا يناير الجميل عبر شاشة التلفزيون الجزائري، وصوتك محبوب واسمك نقشة يعني في سماء الأغنية الجزائرية في الموسيقى الجزائرية. الله يسلمك. الله يخليك. كذلك تحضر معي سيدة حياة صغير، هي مختصة في التراث ومهتمة بالتراث منطقة بليدة. مرحبا بك يا للا. نقولوا يا ناير مبروك. الميكرو كل عام وانتم بخير. ان شاء الله يعود علينا هاد الفرح وهاد السنة بألف خير على الجزائر وعلى شعبنا. قولي لي في بليدة وشو ما الأطباق اللي متميزة في العائلة البليدية والمرأة البليدية؟ نعم، احنا بليدة مختصة في الفطاير، نقولوا في العام راس العام، احنا نقولوا العام ندخلوا العام، عندنا الفطاير بليدة الطبق الفطاير هو اللي مختص فيها، ونديروه بالمرقة بيضاء. طيب هذا طبق، هذا هو طبق طيب فيهم فيه. نعم نديرو هكايا، نديرو هذا طبق واش فيه كل باش نحكيو الطبق هذا فيه، نديرو العجين، نديرو فطاير معروف الناس فطاير كيف ديرلو، ونديرو كيما هذه نقولوا الصمصه، ما نقولوش الصمصه، هذا التبسي كي نديرو التبسي بالفطاير نفورو بالدجاج، ويجي خاصة بالدجاج ما يجيش باللحم، ندبحو الدجاج في نقولو في هذه المناسبة، ونديرو هذويا نطويهم كيما نطويو الصمصة، ونزوقو بهم التبسي، ونزيدو اللوز، كاين اللي يزيد اللوز، كاين اللي يدير الزبيب، يدير يعني سكري سالي، نديرو حلو يعني حلو باش يخرج العام. نقولو حنا ما نديروش الحار، نقولو باش يخرج العام، يخرج تقولو راس العام يعني راس العام، العام يجي حلو ويجي مبارك ويجي في مرزاق ويجي، فهمتي؟ حتى الدجاج عنده معنى كما نقولوا احنا، نذبحوا الدجاج نديروه كالفال، يعني ربي الدجاج فيه الريش فيه الرزق، ونقولوا المثلة قبل النهار نقولوا 11 في شهر نديروا تبيخه نقطوها بالاعب، نديروها كامل بالحشيش. الحشيش احنا بليدة على سهول النتيجه اللي يناير هكذا نصر الدين. على كل حال انه يناير الناس تحتفل بالمنتوج تاع الارض. راهي وضحت كلش، ما نقدرش نوضح انا واش نقول لكم، لان هي سبيسياليتي تاعها هذه، وحنايا السبيسياليتي تاعنا كرجال ثاني كما قالت يلقطوا الحشيش يديروا تبيخه، هذيك معروفين بها في بليده من قبل ناير. وحنا برا كاين عادات تراز الحلوى، رجال يشروا الحلويات، يشروا الجوز اللوز كما عندنا الحلقومه، يشروا هذيك العروسه، هذيك يقولوا لها العروسه باش يديروا في الليل الجمار، كي النخله. هذا الكل يعطينا انه الفرد هنا في الجزائر عنده ارتباط بالارض تاعه بالفلاحة تاعو، الحلويات من كل نوع، والأولاد في الليل يفرحوا كيما نعم. وهذاك الجمار كنا كي نشروه من هذيك اللي تجي كي النخلة، نديرو منه سليلات، ليلات اللي ناكلو طبيخة، ونديرو في يسمى هذاك النهار نحضرو الغدا من ذاك بين الشروق كي نشرو التراز، نديرو في ذوك السليلات. تحطهم في السليلات. هذوك السليلات اللي نخدموهم. هذوك باش يشدو فيهم. نخدموهم. انت تحلك شد ديت طبعا مليح وليد، هذا هو الحاجه المليحه في الاسره الجزائريه، انها ما زالت تحافظوا مورثه هاد الاحتفال اللي يعني ابان عن جد ونفتخروا به. نفتخروا من قديم الزمان، من نشفع على روحي احنا دراري، وحنا للعاده هذه اسمها عندنا نقولوا لها تراز،
تريز نديروها بالناير هذا نديروها باحتفالات بالارض واش عطاتنا من واش عطاتنا بالثمار وفي القديم ما كانوش يديروا بزاف الحلويات كانوا يديروا بالجبل باللوط حاجه اللي تزرع مباشره كما هكا يعني يجيبوا بزاف حوايج اللي من الشجر ما يديروش كما نقولوا كما ما يديروش الشوكولا ويديروا حاجه طبيعيه تبقى ديما بكري كانوا يجيبوا من الطبيعي يجيبوا كلش طبيعي. واش تفضل انت تاكل هذا الطبق في يناير ولا طبيخه كما قلت لي؟ لا لا طبيخه نديروها من قبل فيزو من قبل نهار قبل نهار قبل ناكلوا طبيخه ناكلوا طبيخه والجمعه. خلينا نشوف واش عندنا ثاني. كاين البغرير تعملوا البغرير كاين ثاني كيما المسمنات كنديروا في طايب نديروا معاهم المسمنات ونشربوا القهوه الصباح هذوك يعني نهار يناير ونديروا الطعام حنا نديروه بالخضره يعني هذا هكذا درناه بصح حنا في بليده نديروه بالخضره نخلطوا له كامل الخضره ايه نديروه بالخضره هذه هي هذا هو عاداتنا وتقاليدنا نديروا حنا عاداتنا وتقاليدنا في كل مناسبه خاصة في هذه المناسبات وخاصة عاشوراء المولد يناير كل مناسبة عندها طبع خاص عندها حتى في حتى في الأكلات حتى في الأكلات أنت أكلات الشعبية احنا في الربيع عندنا الحمامة الحمامة لقطوها ب 85 عشبة ونديروا الحمامة أكلة الحمامة معروفة غير في البليدة ما يعرفها حتى في القطر الجزائري غير البليدة اللي يديروها هذه منطقة الوسط ولا غير البليدة؟ لا لا غير البليدة بليدة بليدة نديروا الحمامة عندنا شجر عندنا الحشاوج على كل لون حشاوج تاع الربيع فيهم نديروا الزعتر في الليول نديروا بزاف يعني فيها فيها نقول لك 85 عشبة ونفتلوها كطعام نفتلوها ونفوروها ونوسوها بالزيت الحرة زيت الزيتون وكالي ديال اللبن والسكر والدراري يحبوها على جال السكر غادي شويه مره الدراري يحبوها السكر يديروا لها السكر الحقيقه بليده مدينه الورود وجميله جدا بليدة بعاداتها وتقاليدها بليدة كذلك بفنها وبأسمائها عروس متيجة بليدة أنجبت أسماء في الأغنية الجزائرية سلوى ونور الدين بالغالي والأستاذ القدير رابح درياسة وحاضر كذلك في هذه الأمسية يناير نجم كبير نجم الأغنية الجزائرية وابن بليدة نصر الدين بليدي وين كنت نصر الدين احنا فرحانين في الحقيقة فرحة فرحتين فرحة تكمل إن شاء الله إن شاء الله وين كنت علينا نصر الدين العرسنا الحفلة لا ما كانش حاضر نصر الدين فتح لها القعدة الله يسلمك الله يسلمك الحجة على كل حال هذه فرصة سعيدة انا كنت ذكرت وان شاء الله العام هذا يجي فيه الخير ان شاء الله لنا والشعب الجزائري كله وان شاء الله احنا بلادنا زهره وتبقى زهره وماذا بينا نحافظوا على الزهره هذه الزهره اللي ماذا بينا تبقى ديما فاتحه ان شاء الله بينا ونشكركم نشكر التلفزه الجزائريه على الدعوه نشكر كاع الطاقم الفني ونشكر على راسهم المخرج مصطفى حجاج والاخ محسن وانت الاخت نحييك واحسن الخاتمه هي نقول لكم بارك الله فيكم لا حتى انت شكرا جزيلا على هذه الطله والاطلاله عبر شاشه التلفزيون الجزائري جديد تاعك معليش خلينا ياخذوا المشاهدين عبر قريب ان شاء الله راني قريب ان شاء الله راني حضرت البوم درت فيه ثلاث اغاني مازالوا لي ثلاث اغاني واحد اخرين ان شاء الله انا في رانا في طور الخدمه نتاعو ونتكلمنا عليه من قبل عندها واحد السنه ولا سنه ونص ولكن الظروف وكذا شويه تعطلنا ولكن عن قريب ان شاء الله مع حلول الصيف ان شاء الله يكون واجد على ربي ان شاء الله ان شاء الله اكيد تلفزيون ابواب تلفزيون وبلاطوهاتنا مفتوحه لك وراح تكون ضيفنا اكيد في الايام القادمه ان شاء الله خالتي حياه تقولي لي في الختام واش تقولي للسيدات والشابات خاصه اللي لازم يحافظون على هذه العادات والتقاليد نعم ماذا بينا احنا انا رئيسه جمعيه الوئام والعمل ايادي الخير عندي تكوين تاع الشابات هذو نكونهم في جميع المجالات ونكونهم في التقطار والاعشاب هذو اللي تقطار نقطر الورد نقطر الزهر والاعشاب الطبيه وعندي فتيات نكونهم ونستقطبوا الفتيات على جال الحفاظ على التراث على التراث وهذه هي احنا من خلال كذلك التلفزيون الجزائري خصوا هاد البلاطوهات وهاد السهرات من اجل
أن تكون هذا العدد دائما للأجيال. في الأخير نصر الدين، نشكركم ونشكر كل حتى الفرقة الفنية خاصة اللي هم سهرانين، ونقول لكم عامكم سعيد أسقاس أمقاس، وإن شاء الله وتكون فرصة أخرى ونتلقى فيها، والسلام عليكم. إن شاء الله، شكرا لكم جزيلا، نعطيكم صحة كل عام وانتم بألف خير. يناير مبروك مرة أخرى، متواصلون معكم في هذه السهرة، سهرة يناير الجزائر عبر شاشة التلفزيون الجزائري، بعدما أخذناكم إلى الجنوب وإلى الشرق، ومن بليدة ننطلق إلى الغرب الجزائري تحديدا لنحط الرحال بتلمسان، وتحديدا في بني سنوس، لنتعرف عن عادات يناير هناك. من إمضاء الزميلة سارة عبد الصدوق. يناير في الغرب الجزائري وبالأخص في تلمسان يختلف عن غيره لما تتميز به المنطقة من خصوصيات التي تطبع هذه الاحتفالات، وغالبا ما تعيش منطقة بني سنوس البعيدة عن تلمسان بثلاثين كيلومتر أجواء بهيجة في هذه الفترة، والتي تشهد إنتاجا فلاحيا وفيرا. نمشيو نجيبو التراب الابيض، نمشيو للموضع اللي فيه الابيض، التراب الابيض نحفروه ونجيبوه ونرونوه ونديرو النصب ثلاثه. ايوا وعشيه ما نشريو ما حتى عبا، نطلبوها على بعضنا بعض. انت اعطيني واش تاع عندك نعطيك، واش تاع دير الكرموصه، دير الزفيزفه، دير الخليع، دير الشحمه، دير الطوماطيش، دير الزيت، كل شيء نديروه ونطلبوه على بعضنا بعض. اربع ايام ولا خمسه وحنا نتردو نديرو الصوالح، ما نديرو القصعه تبات معمره غير الا صبحت ديك القصعه عرقانه راه يجي العام مليح، ولا صبحت ناشفه يجي العام ناشف. هكذا احنا قاعدتنا. يلغاو هيريد يديروا الحاروق هكذا، ويلغاو ايراد ايوا، ويعطوهم القرقه، يعطوهم الكرموس، يعطوهم من هذاك الشيء اللي وجدوه، ذاك المسمن وذاك التريد والبغرير وهذه وهذا، ونفرحوا ويديروا زيت زيتون ونستقبلوا العام ونقولوا العام جديد ان شاء الله. ومشوا نقلعوا البصيله من البطن ونضربوا بها ونطلعوا للجبل نجيبوا ذاك الديس ولا كيقولوا نديروا حاروق، وندوف كما المعطى نديرو التريد، نديرو الحباب ونديرو واحد طبق. الهدف هو الاحتفال بالمحصول الزراعي على أمل أن تكون السنة مليئة بالخيرات، قبل أن تكتسي هذه الاحتفالية أبعادا اجتماعية وتضامنية تدوم ثلاثة أيام، يحضر فيها ما لذ وطاب من المأكولات التقليدية والتي تميز المناسبة، منها الشرشم، السفنج، التريد والمخلط. وهذا الزيت زيتون ترتبط مع الناير. الناير احنا وقت هذا الموسم، موسم زيت الزيتون، كي توجد زيت الزيتون يستعملوا بها الحوايج تاع الناير كيما المسمن، التريد، بركوكاس، حوايج بزاف. كرنفال إيراد، وتعني بالأمازيغية الأسد، هي عادة حميدة تورثتها الأجيال اللاحقة بارتداء ألبسة تنكرية، يحومون عبر المجمعات السكنية بمنطقة بني سنوس لجمع المأكولات وتوزيعها على من لم يسعفهم الحظ في توفير المحاصيل الزراعية. Thank you.
أجدد التحية لكم ولضيفاتي اللي التحقوا بيا. مريم رواق هي مصممة ديكور ومهتمة بالديكور خاصة التقليدي. مساء الخير مريم. مساء النور وكل عام وشعب جزائري بخير. الله يخليك. كذلك سيلينا بن شيخ، مرحبا بك سيلينا. أسكاس أمكاس، وإن شاء الله كل عام أمة الجزائرية إن شاء الله المسلمة إن شاء الله توجور بيان إن شاء الله. قولي لي أنتم شابات ما شاء الله باللباس التقليدي، هذا شيء جميل جدا. أنتم مهتمات بالديكور طبعا، أنت بالديكور التقليدي خاصة، قل ومريم بالديكور بصفة عامة العصري والتقليدي. علاقتكم بالديكور، علاش حبيتوا الديكور؟ علاقتنا تاعنا بالديكور، هو الديكور سي حاجة فطرية، حاجة فطرية. الإنسان من البكري على باله الحاجة اللي يحبها، كيما يقول لك يديسين ديجا سا فوكاسيون جو من الصغر، على باله لو بوت ديجا لا راح يلحق ليه. صح. وانت يا سيلينا؟ أنا نحب الديكور ونحب حاجة مليحة، ونحب توجو حاجة من بكري، نحب حاجة شابة، حاجة كلاس، حاجة على اوتور، ونحب واحد يكون شباب يكون بيا وحاجة بقية. والديكور حاجة تقليدي ومن التراث تاعنا، وهذه حاجة كيما يقول لك معروفة عند الجزائريين كلهم. كيفاش تقدروا انتم كشابات اليوم انكم تساهموا في ترك العادات والتقاليد والتاريخ الجزائري في صالوناتنا اليوم من خلال مزج اشياء طبيعيه من نخيل من اشجار من اشياء؟ هي ممكن نقولوا ديكور معاصر. هو اصلا المعاصر اللي بازي على الديكور التقليدي. دونك حنا ديجا من الديكور التقليدي اللي نقدروا نديروا ديكور معاصر، ونديروا مزيج بين التقليدي والمعاصر، نقدروا نقولوا التقليدي ريفيزيتي. وانت يا سيلينا؟ حنا دوك نشوفوا على حساب كيما يقول لك، حنا نخدموا في الحفلات، يعني نشوفوا على حساب العرايس واش تحب. تحب قاعده جزائريه كيما يقول لك بنحاس، تحب قاعده كيما يقول لك على حساب الانسان واش يحب في نفسه. حنا نفتوا له. صح سيلينا، انت واش تحبي بزاف الديكور؟ واش تحبي حاجه لاطوش تاعك، يعني اللمسه تاعك؟ انا اللمسه تاعي نحب تقليدي، في داري عندي حاجه تقليدي. في التقليدي واش تحبي بزاف؟ عندي نحاس، عندي قاعده كيما يقول لك كيما هذه، كيما حاجه قاعده عندي كيما يقول لك نحاس، عندي كل حاجه مليحه كيما يقول لك من التراث، يعني رفدناها من الوالدين. كي نضنا كيما يقول لك ولي نحبوا نشوفوا والدينا يمسحوا النحاس، يحبوا النحاس، حنا ولينا خدينا عليهم. والانسان يشد على التراث والوالدين، وكيفاش كيفاش يزيد ويبدا كيما يقول لك يقعد توجور متيقن بالقاعده ديالو، كيما يقول لك بالتقاليد ديالو، يحس روحه ديما. وانت يا مريم؟ احنا التقاليد متمسكين دائما بها، وتقاليد دائما احنا نتبعوها ورانا معاها. من الوقت اللي رانا فيه تاني نيسيسيت كل انسان يتقدم، بيان سور يمشي مع العصر. مي قلت لك كما قلت وسبق، نديروا مزيج بين التقليدي والمعاصر باش تكون صوره متكامله. اكزاكتو. قولوا لي التراس ديرو؟ بيان سور. واش كيفاه تربينا عليه؟ احنا كاع تربينا على الجزائر، كاش اسره في الجزائر. يلا خلينا نشوفوا هاد الاجواء التتريه اللي تراز لي ياسين وتخديجات. ككل سنه يحتفل الجزائريون بيناير في اجواء عائليه مميزه. احنا في يناير نتلموا مع لا فامي ونحب نديروا تراس، كيما دوكا انا شريت تراس، نديروا تختوخه، عندنا السهره، اللمه، الدراري صغار نعطوهم الحلوه، نديروا الحنة، جوزون فامي، الخاوه، الخوات، نديروا تختوخه تاع المساكره هذه، كل واحد واش يدير، واحد الطعام، لاتاي، تراز، نديروا الفلفل، نديروا الحلوه. توت لا فامي نطيبوا، كل واحد واش يطيب، واحد يدير تختوخه، واحد يدير الفتات. تعدلتي بعجاجين البغرير، ستادير البغرير، نتعدل الخفاف، الحاجه يعني نتعدل تحولت المرقه. نطيبوا فيه العشاء، عندنا طعام ولا تختوخه ولا طمينه، وعندنا في الليل نشروا الحلوه المكسرات. نتلايم لا فامي نتقصير. تما هذه هي عوايدنا، لازم نحافظوا عليهم، وعاودوا ولاو هاد العوايد دوكا. من العاده تاعنا كو زعما نديروا جفنه ونديروا بيبي داخل الجفنه ونرموا عليه باش يدوز هذاك العام، يدوز حلو ويدوز بيان. تما لازم كيفاش نقول لك، جيل بعد جيل هكا، كيما انا علمتني جدي جداتي انا نعلم ولادي وهي رايحه. بالصحه ولهنا. فهمت.
شكرا لياسين أتخديجات على هذا الروبورتاج. طبعا هذه العادة الحميدة التي تحتفل بها العائلة الجزائرية هي عادة تراز في هذا يناير. طبعا تحضر معي السيدة حياة، خالتي حياة، راح نشوفوا هذه العادة لكل الأسرة الجزائرية أينما كانت تحتفل بتراز أنها تفاؤلا بسنة جميلة و سنة فلاحية، مفورة المحصول كذلك. طبعا نحن سعدنا جدا مشاهدي الكرام عبر شاشة التلفزيون الجزائري على تقديم سهرة يناير الجزائر. من خلال يناير حاولنا أن نقدم صورة للمجتمع الجزائري وللأسرة الجزائرية أينما كانت، طبعا في الجنوب، في الشرق، في الغرب، هكذا هي الجزائر بعاداتها بتقاليدها وبموسيقاها وبتراثها الزاخر والضارب في عمق التاريخ. نتمنى الجزائر كل سنة وهي بخير وفي أمن واستقرار. طبعا نتمنى أن تبقى هذه العادات والتقاليد كما كانت في بداية البرنامج بالأطفال. هؤلاء هم رجال الغد، هم نساء الغد، سيحافظون على هذا الموروث الثقافي الجزائري. طبعا نقدم لكم التحية عبر شاشة التلفزيون الجزائري، والختام ستكون بفرقة إطبال سليمان التي جاءتنا من مدينة تيزي وزو، وأقول لكم تصبحون على ألف خير.